من جدة وجد ومن زرع حصد. منظمة الصحة العالمية اعتمدت رسمياً منطقتي الشامية وضاحية عبدالله السالم كمدينتين صحيتين ليلتحقا بركب مدينة اليرموك. جاءنا التقرير أو المعلومات من منظمة الصحة العالمية بالموافقة على اعتماد ضاحية عبدالله السالم ومنطقة الشامية كمدن صحية عالمية، وبذلك ينضمون إلى منطقة اليرموك، وبالتالي يصير في عندنا 3 مناطق كويتية معتمدة، وقريبا بإذن الله راح نجهز للاعتماد النهائي للمنطقتين الأخريين اللي هما العديلية والسرة. عملوا دون كلل أو ملل وبروح الفريق الواحد. التجديد والابتكار تصدرت أجندة عمل اللجان التنسيقية، عوامل ساهمت في استيفاء مدينة الشامية وضاحية عبدالله السالم معايير المدن الصحية. المنطقة فيها المركز الصحي، فيها المختبرات، الفحوصات الطبية كاملة وطب الأسنان المتكاملة، الأمور الملتزمة للأمن الصحي. المنظومة هي تثبيت الكاميرات في الشوارع، فيها في أي مكان حيوي في المنطقة يكون فيه كاميرات. اجتماعات دورية بين مختلف اللجان التنسيقية ترأسها مختار منطقة الشامية لتحويل الأفكار البناءة إلى واقع تحقق غايات التنمية. تم بثانوية الجزائر تركيب الطاقة الشمسية لتحويلها إلى الكهرباء بالنسبة للمنطقة، منطقة الشامية بالثانوية لاستقلالها، هذا واحد. احنا حريصين على استكمال خاصة بالحدائق والممشى فيها، يعني حتى الحين قاعدين نعمل على ممشى حق الدراجات بالنسبة الرياضية على مستوى دولي في منطقة الشامية. ضاحية عبدالله السالم تتميز بمستوى تعليمي عالي، ثقافي وعلمي، وبالتالي كانت مهيئة المدينة الصحية هي أن يكون تنسيق مع هذه المشتركة مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في داخل المنطقة، والدعم يكون دعم ذاتي. اعتماد 3 مناطق صحية من قبل المنظمة هي خطوة تحفيزية لحشد المبادرات المجتمعية والأفكار الخلاقة والعمل التطوعي في دائرة واحدة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.